في ظل انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين في الأردن والصعوبات المعيشية التي تواجه معظمهم، دعت منظمة كير الدولية إلى تعزيز مصادر دخل اللاجئين السوريين في البلاد والحد من الاعتماد على المساعدات، في حين أكدت عمان أنها غير قادرة على تحمل الأعباء. لن يسلم على ما يبدو أي لاجئ سوري بغض النظر عن البلد الذي يستضيفه من عاصفة الضغوط والمضايقات. فمع اشتداد العاصفة ضد اللاجئين في لبنان تنتقل رياحها إلى الجارة الأردن التي تستضيف ما يزيد عن 1,300,000 لاجئ سوري. تعلو أصوات المنظمات الدولية في الأردن بضرورة إيجاد حلول مع تقليص الدعم الدولي وعدم قدرة الحكومة على مواجهته. منظمة كير، ولكي يصمد اللاجئ أمام الضغوط المتزايدة، تدعو إلى ضرورة تعزيز مصادر الدخل سواء لأفراد أو العائلات، وتعزيز مبادرات التماسك الاجتماعي مع المجتمع المضيف. هذا الاقتراح يأتي على وقع دراسة استهدفت اللاجئين السوريين في الأردن، بيّنت أن السوريين أفراداً وعائلات يواجهون انخفاضاً في مستوى الرفاهية والصحة النفسية بسبب الضغوط المالية ونقص فرص العمل. الوضع السيء الذي يعيشه السوريون في الأردن له عوامل عدة حددتها الدراسة، بالارتفاع الملحوظ في أسعار الغذاء عالمياً والتغير المناخي الذي ينخفض وعي اللاجئين به وبمخاطره. وعلى الضفة الأخرى، تعتبر الحكومة الأردنية ما يحدث خطراً على أراضيها، فتحذر على لسان وزير خارجيتها أيمن الصفدي من التراجع الكبير في الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تقديم الخدمات التي توقفت المنظمات عن تقديمها. وفي زحمة هذه الضغوط، يتحدث برنامج الأغذية العالمي عن نقص في التمويل، ما قد يضطره إلى تخفيض مساعداته للاجئين في الأردن نهاية نيسان الجاري. تختلف الضغوط إذن بين بلد وآخر، إلا أن المستهدف واحد، وهو اللاجئ السوري الذي هجره نظام الأسد ومنعه من العيش بأمان في بلاده. ينضم لنا دكتور عماد الزغول، مدير مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان وخبير السلم المجتمعي وتحويل النزاع من عمان. أهلا بك دكتور عماد، كيف تقرأ هذه التوصية؟ أهلا وسهلا بك ولجمهورك الكريم. هذا التقرير الذي سرد واقع الحال، وهذا هي المسألة القديمة الجديدة وربما المستدامة، لابد لها من أكثر من وجه من أوجه الحل. اللاجئون في مخيمات اللجوء في الأردن يعيشون ظروف أقول أنها قاسية لمواطن عربي يعيش لاجئ على أرض عربية ليس له ذنب أصلا في الهجرة، تخلى عنه الذين تسببوا في الهجرة وتخلى عنه الذين تكفلوا بالدعم للبلدان التي كانت تستضيف اللاجئين، ثم تركوا في العراء فقط، يعني حلوا مشاكلكم لوحدكم. الأردن أعلن بأكثر من موقف وعلى كل المستويات السياسية، يعني في المؤتمرات الدولية أذكر أكثر من مرة تكلم جلالة الملك عبد الله الثاني عن الإشكالية الكبيرة التي تتمثل في رفع اليد عن الدعم الذي كان أصلاً تعهدات دولية في من أجل الإنسان اللاجئ لكي يعيش بكرامة. اليوم الإشكاليات تتسع، وكما قال المثل يتسع الخرق على الراقع. الأردن هي من الدول أصلاً التي تعاني من إشكالات في الموارد الرئيسية، نقول أزمة طاقة وأزمة مياه، واليوم نتكلم عن سلم مجتمعي، وإحنا اليوم نحكي دخلنا يمكن داخلين على العقد الثاني من 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 الوجود للجوء السوري على الأردن، على الأرض الأردنية، وهذه مشكلة تحتاج إلى وقفة حقيقية وحلول مستدامة حقيقية لكي يعيش الإنسان السوري اللاجئ على الأرض الأردنية بكرامته كما كان يعيش في وطنه. ليس له ذنب أنه هجر، ليس له ذنب أنه وجد في مراكز الإيواء التي هي يعني أصلا هي تكون في ظروف قاسية، يمكن
بالذات مع دخولنا على الصيف، وهي منطقة الأزرق ومنطقة الزعتر، هي من المناطق الحارة نوعا ما في الجغرافية الأردنية. وبالتالي يعني اليوم نتكلم عن مشكلة قديمة جديدة تحتاج إلى إعادة برمجة وإعادة حلول حقيقية حتى يعيش المواطن اللاجئ بكرامة. ما هي الحلول من وجهة نظرك؟ والله أنا يعني أول الحلول يعني كما قيل أهل البلاد أولى بأنفسهم. أنا اليوم أتوجه إلى العرب وأتوجه إلى المسلمين، يعني قبل أن أتوجه إلى الدول التي أبدت تكفلها وتعهدها بالدعم. اليوم بعد حرب أوكرانيا يعني لاحظنا توجه غربي في الدعم وانتقاله من المناطق التي أصبحت ليست ذات أولوية وإنما أصبحت أقل أهمية. بعد الحرب الأوكرانية دخلنا بحرب طوفان الأقصى وغزة والإشكالات التي فرضتها وتغيير الواقع السياسي والجيوسياسي والدعم الاقتصادي، يعني دخلنا بمشاكل ونسي من هو في مخيمات اللجوء من السوريين في الأردن، وأعدادهم بالمناسبة كبيرة جدا. اليوم لا أتكلم فقط عن كبار السن، اليوم نتكلم عن الشباب الذي تخرج من الجامعات، نتكلم عن أزمة المدارس، نتكلم عن أزمة الصحة والمواليد الجدد، نتكلم عن أزمة العودة أصلا الطوعية، يعني نتكلم الأزمات تتفاقم وتتعقد أكثر. أنا اليوم أوجه ندائي إلى الدول العربية والدول القادرة من الدول العربية لأن تأخذ على عاتقها الهم العربي. أتوجه إلى الدول الإسلامية أيضا أن يكون جزء من مساهماتهم في العالم تجاه إخوتهم في اللسان والدين والكرامة الإنسانية. ثم أتوجه إلى الدول التي كانت هي سببا أساسيا في أن يكون هنالك لاجئ سوري، عليهم أن يدفعوا ضريبة ما جنت أيديهم. واليوم سنرفع الصوت ولا نستحي من أحد على الدول التي أوقدت نار الحرب في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين، عليها أن تتحمل عبء وفاتورة هذا الإجرام الذي مارسوه على شعب أعزل لا يملك من حطام الدنيا شيء إلا أنه خرج فارا بروحه وبكرامته. شكرا لك دكتور عماد زغول، مدير مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان وخبير السلم المجتمعي وتحويل النزاع، كنت معنا من عمان. مرحبا بكم. بهذا وصلنا لختام هذه الحلقة من المهجر، إلى اللقاء.